يا صباح الخير على كل الناس اللي شايفيني. انا عامله الفيديو ده مخصوص عشان اوعي الناس ضد حالات النصب اللي بتحصل اليومين دول. باختصار كده وبسرعه، انا جالي تليفون من رقم بيقول لي مبروك كسبتي مشتريات 20,000 جنيه على بنك سي اي بي. صدقته لانه بتحصل، يعني انه ناس بتفوز بجوائز. قال لي كسبتي 20,000 جنيه مشتريات على بنك سي اي بي، وهو كان عنده بعض المعلومات، يعني عنده فكرة عن تاريخ ميلاد، عنده فكرة عن شوية حاجات يعني. فقال لي استأذنك طلعي كارت السي اي بي، معاكي الكارت الازرق. فالكارت ازرق، فقلت له تمام، اللي هو الفيزا كارد. قال لي طيب دلوقتي اول 4 ارقام عندك 5201. فقلت له تمام مظبوط 5201. قال لي بقى مليني بقيه الرقم. مليته بقيه الرقم على اعتبار انه قال لي اول 4 ارقام. طبعا هو انا كنت سايقه وده مش عذر، بس تمام. المهم قال لي طيب اقلبي الكارت. قلبت الكارت، الكارت من ورا بيبقى عليه 1 2 3 4 5 6 7 ارقام، في 4 ارقام في الاول وبعدين في 3 ارقام بعد كده. قال لي اديني الاول 4 ارقام 5015. فقلت له تمام. قال لي طيب قولي لي بقى ال3 ارقام اللي فاضلين. فقلت ال3 ارقام اللي فاضلين على اعتبار برضو انه قال لي نص الرقم، فانا فاهمه ان احنا بنتبادل معلومات او ان هو بيختبرني بيتاكد ان انا يعني اوكي. فقلت له الارقام. قال لي طيب دلوقتي هيوصلك على رقم تليفونك رساله فيها 6 ارقام. فعلا جالي من سي اي بي، يعني فوق المسج جاي من سي اي بي رساله ب6 ارقام. ايه ال6 ارقام دول؟ فقلت له ال6 ارقام. اتاري هو طبعا انا غلطت الغلطه اللي انا عملتها. طبعا هو عمل ترانزاكشن وسحب الفلوس بتاعتي من الفيزا كارد. ايه الغلطه؟ الغلطه انه لما يجي لك تليفون من حد المفروض ان هو يبقى عنده المعلومات كامله، المفروض ان انت ما تكملوش معلومات غير لما انت اللي تتصل. يعني لما انا اتصل بالبنك هو يسالني عن معلومات، ده شيء، ولما هم يتصلوا بيا هو ما ينفعش يسالني عن معلومات لانه المفروض ان هو عنده كامل المعلومات. الجزئيه الثانيه انه اللي اكتشفته ان كل الكروت، ودي حاجه انا عمري ما ركزت فيها، بتبتدي بنفس ال4 ارقام اللي هم 5201. انا ما كنتش عارفه ان كل الكروت بتبتدي بنفس الرقم، ودي معلومه عرفتها لما رحت البنك. الجزئيه الاهم الكروت، الارقام اللي ورا الكارت، الارقام اللي ورا الكارت، الاول 4 ارقام دول ممكن برضو وارد ان هم يبقوا معروفين او وارد ان هم يكون فيهم تشابه. ال3 ارقام بقى اللي في الاخر دول كانهم انت، كانه ده المفتاح اللي في ايدك، فما ينفعش حد ياخدهم في الدنيا. فانا برضو ما كنتش فاهمه، فقلت له ال3 ارقام دول. فكانت الكارثه ان انا اديته ال3 ارقام، مش رقم الكارت، مش الرقم اللي في الاول هو المشكله، لكن الكارثه في الارقام الثلاثه اللي انا اديتهم. طبعا كانت النتيجه انه سحب الرصيد بتاعي كله من عمل المعامله وحولهم على فودافون واتخصمت الفلوس. طبعا يعني انا وهو بيكلمني انا تداركت الموضوع انه في نصب، في حاجه غلط. ففورا عملت ميوت واتصلت من الرقم الثاني على البنك احاول اوقف الكارت، وفورا رحت على البنك عملت قفلت الكروت، بس كان توليت. يعني كان هو سحب الرصيد كله اللي كان في البنك، والبنك قالوا لي مش هيقدروا يعملوا لي حاجه، وهم فعلا مش غلطانين لانه هو قال لي انت بالظبط عامله زي ما تكوني فتحتي محفظتك واديتي الفلوس لحد بايدك، يعني القانون لا يحمي المغفلين من الاخر. فطبعا انا بستاذنكم عامله الفيديو ده علشان اوعي الناس انه يا جماعه محدش بيتعلم بالساهل، ومحدش بيتعلم الا لما بيتقرص، لما حد يتصل بيك. والنصب ده وارد جدا جدا الفتره دي ومنتشر بشكل كبير، ووارد ان حد يكون جاب عني معلومه، وده مش صعب ابدا لان احنا بقينا متاحين ومعلوماتنا واضحه. انا تاريخ ميلادي مكتوب على الفيسبوك، انا في حاجات كتير عندي مكتوبه على الفيسبوك، فمش صعب ابدا انه يعرف ان انا اميره، ومش صعب جدا يعرف انا يعني اكيد في معلومات بالنسبه لكمان الناس اللي بتشتغل في مجال الاعلام زيي، فوارد ان هو يقدر بسهوله يعرف معلومات. ارقامنا مع الدليفري، فطبعا وارد انه ممكن يكون حد من بتوع الدليفري، فناخد بالنا، محدش بيتعلم بالساهل. تاني هقول الاكسبيرينس اللي انا خدتها من الموضوع ده علشان محدش يقع في الغلطه دي زيي. لما حد يكلمك انت ما تديش بيانات، هو المفروض يدي لك بيانات. قالوا لي في البنك انه الارقام اللي ورا الكارت، الارقام يعني الكارت من ورا فيه ارقام، على البتاع البيضة اللي انا مخبياها دي دلوقتي، بس طول الكارت فاضي اصلا خلاص. الارقام دي المفروض انها سريه جدا جدا جدا، ما ينفعش حد
حد يعرفها الا انت، فالارقام دي ما ينفعش حد يقول لي هي ايه وانا اديها له او انت تديها له، فناخد بالنا من الارقام اللي ورا. اخر حاجه طبيعي جدا، انا قلت لهم الرسائل اللي جايه لي على التليفون جايه لي من سي اي بي، قال لي ما هو جايه لك رساله من سي اي بي، هو خد بالرقم ده، هو قدر يتعامل، قدر يتعامل كانه انت من على الانترنت، فجايه لي رساله. طب جايه لي رساله وبيقول لي اديني الست ارقام، فانا اديتهم له بمنتهى البساطه، المفروض قال لا طب ما انت عارف طالما انت سي اي بي. فناخد بالنا، انا كنت سايقه وانا متعوده ان انا ما بحاولش ارد على تليفونات وانا سايقه، اللي التركيز لسه ما شربتش القهوه بتاعتي بتاعت الصبح، حاجات كتير جدا مخليني مش مركزه، كانت النتيجه. فيا جماعه التعامل في فلوس لازم ناخد بالنا، وربنا يعوض عليا، ماليش نصيب فيهم الحمد لله، فادوا ولادي، فادوا امي، فادوا اي حاجه وحشه قدر الله وما شاء فعل الحمد لله. كنت زعلانه بس خلاص مش زعلانه، الحمد لله والشكر لله، لانه ممكن خلاص مش مقسومين لي، فالحمد لله. ناخد بالنا انه كل الارقام اللي على الكروت من قدام، كل الارقام هي هي نفس الاربع ارقام مكررين، وانا من رايي يعني ان البنوك لازم تتحكم في الحكايه دي، مفيش حاجه اسمها ان الاربع ارقام اللي في الاول يبقوا هم هم. اوكي، الحاجه الثانيه الارقام اللي ورا، الارقام اللي ورا دي ارقام سريه جدا ما ينفعش حد ياخدها. صباحكم زي الفل، واتمنى ان محدش يقع في الموقف اللي انا واقع فيه. هقول كمان انه انا يمكن اول لما قال لي